سلام اخوتي، صافا بخير، كل شيء لاباس الحمد لله. سوا الدراري غادي نكملوا السلسلة ديال الكورس ديال جافا، واليوم غنشوف واحد الكونسيبت لي واحد العنصر الرئيسي من الـ OOP Oriented Object Programming. هذا العنصر الأساسي هو abstraction. هاد الابستراكشن تسمعوا بها بزاف فتنكونوا تنكونوا تنقراو جافا، ولكن ما كنفهموهاش بزاف، كنفهموهاش مزيان. انا ما فهمتها زعما، ما فهمتهاش حتى جو بونس، ما فهمتها حتى السانكيام اني ولا تساليت القرايه وشديت الدبلوم، عاد فهمت شنو هو المعنى الحقيقي تاع الابستراكشن. وهي حاجة سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة، دونك ماشي شي حاجة قاع صعيبة، ولكن بعض المرات الأساتذة معناتها يكونوا زربانين، دونك كيفوتوا هاد المفاهيم بسرعة وكيمشيو حوايج آخرين. سو الابستراكشن غادي نشوفوها من واحد الطريقة اللي هي كنشوفوها كل نهار، اللي كنستعملوها كيستعملها العقل ديالنا كل نهار. دابا مثلا دونك غادي نشرحها بهذه الطريقه ومن بعد تفهموها في البروغرامين. مثلا دابا عندنا هذا بينكي وبراين، كان واحد الرسوم متحركه، كانوا شحال هادي مي بون. دونك هاد بينكي اش كنشوفوه؟ كنشوفوه كفأر. طبعا نقول لك شنو هو بينكي، غتقول لي فأر اي ذاتس اول، فأر اي سي بون، فار طوبا تنقولوها في المغرب، دونك فار. الى بغينا الى حيدنا هذه الابستراكشن، ابستراكشن شنو هو الضوء تاع الابستراكشن؟ هي كدير واحد المناج، كتمانج دير واحد المانجمنت للكومبلكسيتي. دونك الى شتي هاد الفأر تقول هاد الفأر راه هو ماشي فأر، ولكن واحد القلب ومع شرايين، ودوك الشرايين تي يخدموا مع الدماغ، والدماغ كيخدم مع دونك القلب، كيدير كيضخ الدم وما الى ذلك. دونك هذا ماشي غير فأر زعما، دونك ماشي غير هذا فأر، ولكن بالابستراكشن. ولكن الى بغينا نتعمقوا دونك غنشوفو حوايج اخرين، ولكن الانسان باش يجيري وباش يمناجي هاد الكومبلكسيتي ديال واحد السيستم، تيقول هذا فأر. دونك مثل اخر، تليفون او تليفون بورتابل. دونك ملي كنشدو تليفون صافي، كنشدو كنستعملوه كنقولو الو سي بون. دونك ما تنهتموش المكونات ديال التليفون، ما تنهتموش الباتري ولا دوك الالكترونيك كومبوننت ديالو اللي تيكونوه. دونك هادي هي الابستراكشن. دونك كنشوفو التليفون كوحده كيونيتي كيونيتي، وكنستعملو دايركتلي. و دونك عندنا حتى هي تنقولو ابستراكشن، دونك تيكون عندنا حتى واحد دونك واحد الابستراكشن اللي هي دون مانيير ايارشيك. Donc, je pense qu'en anglais, c'est un goulot hierarchical. Je sais pas si je peux m'en dire d'une manière hiérarchique. Et donc, pour le goulot, c'est un goulot ou l'automobile. Donc, cette Sayara, donc il y a une abstraction. Donc, c'est un système le complexe. Où est ce système le complexe? C'est le cas où, par exemple, CD Player. D'accord. Ou un CD player, c'est un système complexe. Ou un système complexe, c'est aussi des composants autres. Donc, c'est l'abstraction hiérarchique. D'accord. Ça, je vais vous dire comme chose autre. Donc, comme je vous le dis, l'objectif est de cacher la complexité du système. Ou là. دونك كيما نستعملو ابستراكشن في الحياه العاديه تاعنا، نقدروا نستعملوها في بروغرامين
في لي بروغرام انفورماتيك ولا في لي سيستيم انفورماتيك. دونك قبل من الاو بي، قبل من الاوبجكت اورينتد بروغرامين، كان عندنا فور اكزامبل لي بروغرام لا في سي، سي لانجويج. سو دونك البروغرام تيكون مكتوب على شكل دي بروسيدور و دي فانكشن. عندنا واحد سيت تاع الانستراكشن، دونك تبقاو غادي ستيب باي ستيب بحال هكا. وواحد الوقيته البروغرام ملي تيكبر تيولي كومبلكس. اوكي، دونك الناس باش يمانجيو الكومبلكسيتي ديال هذا النوع ديال البروغرامات، استعملوا اوبجكت اورينتد بروغرامين. دونك تيحولوا داك الكود كامل، كيولي نفكروا فيه حنا الكود كامل كنفكروا فيه بواحد الطريقه ديال نقدروا نديروا ليه واحد الابستراكشن ديال هما اوبجيكتس اللي تيكونوا كونيكتد بيناتهم، وكي يكون لنا واحد السيستم اللي هو البروغرام. حيت نورمالمون ابليكاسيون ولا بروغرام جافا هو واحد عدد ديال الاوبجيكت اللي عندهم دي لينكس بيناتهم، وتيكون لنا واحد السيستم اللي تيكون خدام وكيدير لنا واحد العدد من الفانكشناليتي. اوكي، سو دونك هذا هو هذه هي الابستراكشن، وهذا هذه هي الطريقه باش كنستعملوها في دونك اوبجكت اورينتد بروغرامين. دونك هي طريقه طبيعيه اللي كنستعملوها كل نهار. دونك كنشوفوا كل حاجه، كنشوفوا عندنا الحوايج كدي اوبجكت، و عندهم يقدروا يكونوا اصلا هما متكونين من اوبجكت. بون اعطيكم مثال اخر باش يكون واضح اكثر في البروغرامين. بحال هكا تيكون عندنا واحد اي بي اي، اي بي اي ك ك ك ك ك ريست اي بي اي. دونك هذه واحد ابستراكشن، حيت ناخذوا حنا داك الاي بي اي تنسميوه ريست، وكنستعملوه بواحد الطريقه اللي هي سهله. دونك حنا ما سوقناش ولا ما تنهتموش كيفاش كيناش كيتكون الاي بي اي ريست من الداخل، كيفاش كيدير الكوميونيكيشن بين هذوك لي زابليكاسيون. دونك تستعملوه بواحد الطريقه اللي هي دونك باش ما نضيعوش. بون حتى واحد الناحيه باش ما نضيعوش الوقت نمشيو نديرو حوايج اللي باغينهم نيشان. دونك هذا مثال فور اكزامبل ديال الاي بي اي. دونك كنستعملو ابستراكشن فيه، كنستعملو ديك الوحده بلا من 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 ضي بلا من نعرفو اش كاين داخل. اوكي، بحال الاي بي اي ديال جوجل ترانسليت باش ديروا الترجمه. كتبغي دير الترجمه كترجم تستعمل السيت تاع جوجل ترانسليت، هذاك اي بي اي. دونك ما كتفكرش اش كاين داخل. اوكي، دونك بنفس الحاجه في لي زي بي اي، في الاي بي اي ديال جافا. جافا كنعطيك ان اي بي اي كتستعملو نيشان، مابقاش ما كتبقاش تفكر شنو كاين فيه الداخل. واصلا جافا بعض المرات مع دي برينسيپ دي كونسيبت بحال انكابسولاسيون وما الى ذلك، ما كتعطيكش الفرصه كاع تدخل وتجي وتمانيبيولي داك بون. هادشي نهضروا على لي كونسيبت في حلقات اخرى. دونك هذا هو الابستراكشن. دونك نتمنى تكونوا فهمتوها. دونك هي طريقه باش نمانجيو الكومبلكسيتي ديال واحد السيستم ونستعملوه نيشان بطريقه دايركتلي. اوكي الدراري، دونك نتمنى يكون عجبتكم الحلقه، وحطوا لي دي لايك، حطوا لي دي ديزلايك وسي مع دي كومنت اذا ما عجبتكم شي حاجه، ونخرطوا وتابوناو في لاشين باش تشجعوني نبقى ندير هاد الفيديوهات. انتما راه الوحده ديال الليل ولكن شي كيعجبني.
دونك شي حاجة منك من حاجة كتعجبك وكتحش براسك راك خدام، دونك تدير هادشي بواحد الصور، واحد الموتيفيشن. يلا دريت، هلا وبيس.